السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم بنينا فلوغ. اليوم ما شاء الله يا ربي بمناسبه عيد الفطر، الله يدخلوا علينا بصحه وسلامه. غادي نحضر معكم هذه الحلوه ديال الكوك، بطبيعه الحال اللي معروفه الحلوه ديال زمان، يعني كل واحد كيقدمها كل طريقته، والمقادير كتبقى نفس المقادير. خليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير على بركه الله. بالنسبه للمقادير، عندي هنا 125 غرام ديال الزبده، وعندي كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده، كاس ديال العنبه ديال الزيت نباتيه، جوج بيضات. هنا عندي قشور حامضه اللي محكوكه، بغيتو ديروا فاني ديروه. وعندي خماره ديال 8 غرام، كندير بطبيعه الحال قريصه ديال الملح ما كنساوهاش، وكندير سنيده مع الزبده وكنحاول ندوبها مزيان، ومن بعد كنضيف الزيت. ملي كنضيف الزيت كنبقى نحك هذيك سنيده، من الافضل تكون رقيقه ما تكونش غليظه، كنحاول نحكها حتى كتذوب لنا ديك الزبده مزيان وكتذوب لنا سنيده. من بعد عاد كنضيف البيض، البيض من الافضل ما يكونش في الثلاجه، يكون يعني دافي على برا، الا جبتو خليوه على برا. صافي، من بعد ما ضفت البيض ضفت الخماره وضفت هذوك القشور ديال الحامضه وكنجمعها بالطحين. هاد الحليوه ما خصهاش تكون قاسها، يعني تكون واخده قياسها، وفحال صابلي كنجمعوها، يعني ما كنعركوهاش، كنجمعوها عبر يوس ديال الاصابع بهالطريقه. صافي، من بعد ما كنجمعها كندير كويرات هانتوما، كتكون الا كانت ناشفه، يعني ملي تكوروها تبقى تشقق معكم، خاصها تكون رطيبه. كنكورها القياس يكون يعني حجم يكون متساوي، يعني يكونوا كيف كيف. الا بغيتو ديروا ميزان ديروا، بغيتو ديروا عينكم ميزانكم ديروا عينكم ميزانكم بحالي انا. صافي، كنكورها القياس بطبيعة الحال اللي بغيتو، اللي بغى يلاقيها كيديرها صغيره، انا ما نلاقيهاش، نخلي كل وحده بوحده. دونك غادي ندير قياس شويه كبير. صافي، كندخلها الفران اللي شاعل من التحت حتى طيب، ومن بعد كنحمرها شويه من الفوق. صافي، من بعد ما خرجتها من الفران كتجي لها هذا الشكل حميمره هكا، انا كنبغيها حميمره شي شويه. بطبيعه الحال الا بغيتو تخليوها عيس فيفره خليوها عيس فيفره، وخا كتخليوها حتى كتبرد. بعد ما كنخلي الحلوه حتى كتبرد، من بعد كناخذ المربى ديال المشمش اللي النوع ديال الحلوه كيكون نوع خفيف. عندي قرعه صغيره خويتها في كسرونه وضفت عليها نص كاس ديال الماء زهر ورديته تغلى، ومن بعد درته في هذه السليفه يكون دافي ما يكونش بارد. وهنا عندي الكوك، من الافضل يكون رقيق باش كنفند فيه الحلوه ديالي اللي كنلوي فيه. صافي، كنبدا هنا كندير هاد الحلوه ديالي في الكونفيتور بطبيعه الحال اللي هو دافي، ماشي طايب ولكن دافي باش كتشرب الحلوه ديالي. الحلوه حيت بارده والمربى تكون دافيه باش كتشرب الحلوه. وصافي، وكنفند الحلوه ديالي هكا مزيان في هاد الكوك بهالطريقه، وكنستمر بهالطريقه حتى كنسالي. بالنسبه للشكل الثاني، كناخد الكوك وكندير فيه ساشيه ديال الكاكاو وكنحاول نلونو هكا بهذه الطريقه في هذه الخنيشه. وبالنسبه للمربى حتى هي كنضيف لها شويه ديال الكاكاو وكنسخنها باش كيتغير اللون ديالها بهذه الطريقه. وصافي، كنفند الحليوه ديالي بهذه الطريقه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحليوه ديالنا البسيطه اللي كتجي رائعه وكتجي فتيه وهشيشه، شاربه دوك المربى وكيجي فيها واحد المذاق ديال الكوك رائع كتفكرنا في ايامات زمان. كنتمنى لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم، كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله يا ربي، وعيد مبارك سعيد مسبقا. السلام عليكم.